لو الحكاية فيها إن فيتو على نور، وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن في بركات وفي أنوار، ومصر بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يرعى هذا المؤتمر الكبير، وله منا جميعا الشكر والتقدير. مصر بذلت جهودا كبيرة حول كتاب الله تعالى، وأستطيع أن ألخص هذه الجهود التي بذلت في مصر من خلال 4 أسئلة. السؤال الأول وهو هل، والثاني ماذا، والثالث لماذا، والرابع كيف. أما هل، أي هل نزل وثبت هذا النص الكريم؟ نعم، إن عناية مصر بالقرآن الكريم إسنادا وحفظا هي من أعلى الرتب على مستوى العالم، فإن الإسناد في مصر إسناد عال وقوي، ومن ثم فإن مصر بهذا الإسناد عبر مشايخها الكبار، وقد أحسنت وزارة الأوقاف أن مثلت هذه الرمزية الكبيرة في شيوخ القرآن الكريم، من حيث إنها أطلقت اسما من أسماء القراء الكبار وشيوخ القراء على هذه المسابقة. فبالأمس وفي العام الماضي كان الشيخ محمود خليل الحصري، وهذا العام شيخ القراء الشيخ عبد الواسط عبد الصمد رحمه.